الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بكم حلقه جديده وبرنامج لكل الناس. يسعدني النهارده ارحب بضيفي دكتور محمد السيد عبد العال، نائب البطنه العامه والماجستير وباحث ماجستير الكبد والجهاز الهضمي. اهلا بك يا دكتور، نورتني. بدايه يا دكتور عايزه اسال حضرتك، ما هي اهم الامراض التي والفيروسات التي تصيب الكبد؟ اهم الفيروسات التي تصيب الكبد، يعني هنتكلم على الامراض او الفيروسات؟ وعموما يعني الالتهاب الكبدي، ولا نتكلم على الفيروسات الاول؟ نتكلم على الفيروسات. بالنسبه للفيروسات هي بتبقى نوعين، تروبيك ونان تروبيك. التروبيك اللي هي زي فيروس A وB وC ودي اللي هو دلتا او فيروس E، ودي اللي هي يعني ايه بتشتغل على الكبد. في بقى الفيروس نان تروبيك زي سيتوميجالو فيروس او بيشتان بار فيروس وغيرهم. ايه طيب يا دكتور، مرض الالتهاب الكبدي، مرض الالتهاب الكبدي ايه مسبباته؟ مرض الالتهاب الكبدي يعني هي عملية بيحصل فيها الاستدعاء لخلايا المناعة علشان تهاجم سبب الالتهاب. تمام. وده بيؤدي إلى موت الخلايا الكبد المصابة وبيعلي انزيمات الكبد، وبينقسم لنوعين، التهاب كبدي حاد والتهاب كبدي مزمن. الالتهاب الكبدي الحاد بيكون له أعراض زي اصفرار، بيكون مصاحب مع ارتفاع في درجة الحرارة أو قيء أو إسهال أو ألم في البطن أو فقدان في الشهية. تمام. والمزمن بيبقى ممكن يحصل بطريقتين، لإما التهاب كبدي حاد ويستمر أكتر من 6 شهور فيتحول لمزمن، أو بيحصل زي ما بنقول زي الحرامي، يعني أنت ما بتحسش بيه، ما فيش أي أعراض. بيكون المريض مثلا مسافر بره رايح يحلل، او بنعمل متابعه تشيك اب او فحص تبع الحمل او كده، فيكتشف ان هو عنده التهاب كبدي. طب بينتقل ازاي دكتور مرض الالتهاب الكبدي؟ كيف ينتقل؟ هو الالتهاب الكبدي اولا هو بينقسم لعده امراض، بس قبل ما يعني هو نوعين، قلنا الحاد والمزمن. أيوة. وفي نوع ثالث نسينا نقوله، التهاب كبدي حاد عاجز، اللي هو اكيوت فالمنانت هيباتيتس. ده بيحصل فيه فشل في كل اجهزه الجسم زي الكلى والقلب والجهاز التنفسي والمخ في نفس الوقت ممكن، فالمريض هنا بيحتاج زراعه كبد. الالتهاب الكبدي بقى نفسه له انواع كتير. التهاب كبدي فيروسي، ده بيحصل عن طريق الفيروسات اللي قلنا عليهم زي فيروس A وB وC ودلتا وE. او التهاب كبدي مناعي، يعني ممكن المناعه، بحيث ان المناعه بتتعامل مع خلايا الكبد لانها اجسام غريبه، بتتعرف عليها انها اجسام غريبه وتبدا تهاجمها، فده اسمه اوتو اميون هيباتيتس، التهاب كبدي مناعي. وعندنا التهاب كبدي بسبب الادويه، في ادويه معينه بتسبب التهاب كبدي، وممكن ده بينقسم لبريدكتابل ونون بريدكتابل. البريدكتابل اللي احنا متوقعين ان الدواء ده بجرعه معينه هيسبب امراض للكبد، زي مثلا الباراسيتامول، لو خدنا جرعه اكبر من 4 جرام هيسبب امراض في الكبد. ومريض الكبد عشان كده بنحاول ما نزودش الجرعه عن 4 جرام، ده بالنسبه للشخص السليم. وبالنسبه لمريض الكبد بنخلينا في الجزء الامن، فبنحافظ عليها 2 جرام. والنون بريدكتابل ان في ادويه معينه ممكن الانسان ياخد جرعه واحده بس تسبب له التهاب كبدي بسبب الادويه. وفي التهاب كبدي دهني او داء التشحم اللاكحولي، من اهم اسبابه السمنه المفرطه، بيكون في دهون على الكبد بسبب السمنه وكده، وله اسباب ثانيه برضو. وعندنا مرض زياده النحاس اللي احنا بنسميه ويلسون سيندروم. طيب مرض الالتهاب الكبدي يا دكتور كيف ينتقل من شخص لاخر؟ يعني كيف ينتقل؟ لو احنا بنتكلم عن الفيروسات، يعني هو الحاجات اللي احنا قلنا اسبابها المناعه. بالنسبه للالتهاب الكبدي الفيروسي بينتقل على حسب نوع الفيروس. عندنا فيروس A وفيروس E، دول بينتقلوا عن طريق الاكل والشرب الملوث، يعني هو فيكو اورال، الاكل والشرب الملوث ببراز شخص عنده المرض اصلا. ايوه تمام. عندنا فيروس بي وفيروس سي، ده بينتقل عن طريق الدم او سوائل الجسم، يعني حد اتشك من شخص مصاب، حد اتعامل مع دم شخص مصاب او كده، يعني عن طريق الدم. يعني عن طريق الدم، البي وسي عن طريق الدم والسوائل بتاعه الجسم عموما، ممكن السلايفا اللي هي اللعاب او السوائل بقى الجنسيه او كده. طب يا دكتور متى يكون الالتهاب الكبدي خطير، بيوصل لحد مثلا الاورام والسرطانات؟ الالتهاب الكبدي بيكون خطير لما يكون في تليف، يعني احنا عندنا تليف، اذا الالتهاب الكبدي دلوقتي اصبح فيه خطر. الالتهاب الكبدي هنا عندنا تليف، في حاله التليف عموما خصوصا مع فيروس بي وفيروس سي. وكمان لو الانسان بيتناول سموم الافلاتوكسين، ودي عباره عن فطريات بتكون موجوده في بعض الاطعمه اللي هي الملوثه زي الجبنه الرومي او الخبز او الدقيق،
والناس اللي هي بتاخد حبوب منع الحمل لفتره طويله ده ممكن يتطور معانا الامراض زي السرطانات والاورام او كده لسنين طويله يعني. بمناسبه منع الحمل، هل مرض الالتهاب الكبدي الوبائي هل ممكن بيأثر على الحمل؟ هل ممكن واحده مريضه التهاب كبدي تحمل؟ وهل له اثر على الجنين؟ بالنسبه للبي ولا بالنسبه للسي؟ بالنسبه للبي اكيد طبعا ممكن تحمل، بس طبعا على حسب الحاله. يعني خلينا الاول نتكلم ان بي بينقسم لاربع مراحل، اي موجب واي سالب، وده يبقى جزء من نواه الفيروس اسمه اي موجب او اي سالب. الاي موجب ده بيبقى اي موجب عدوى واي موجب التهاب، وبيتطور بعد كده الاي سالب عدوى واي سالب التهاب. احنا لازم نعالج حالات الالتهاب سواء اي موجب او اي سالب. في التهاب يبقى احنا لازم ناخد علاج، بتاخد علاج طول فتره الحمل. لو اصلا مبدئيا الحمل عادي، الحمل عادي مفيش مشكلة خالص، بس ما دام في علاج وفي اجراءات معينه احنا بنتخذها عشان ايه الطفل برده ما يبقاش عنده ايه المرض، فبتاخد علاج طول فتره الحمل. انما في حالات العدوى ما بتاخدش علاج غير اخر 3 شهور في الحمل و3 شهور تانيين بعد الولاده. والبيبي بنديله حاجه اسمها اتش بيج او هيباتيتس بي اميونوجلوبلين، وبياخد الستاندرد فاكسين التطعيمات الاساسيه بتاعته عند الولاده على طول وبعد اول شهر وبعد 6 شهور. بس مبقاش في مشاكل يعني. بس غالبا لو في تليف، يعني حتى لو هي في مرحله العدوى بس في تليف عند الام، لازم تاخد العلاج طول فتره الحمل. طب بنسبه التليف، بالمناسبه التليف دوت، هل ممكن المحافظه على نسبته يا دكتور ان هو يعني ما تزيدش، او ان احنا نوقف النسبه او تقل كمان؟ طبعا الجديد دلوقتي ان التليف بقى له علاجات، وبنمشي ببروتوكول معين بالنسبه لحالات التليف. كمان مش بنوقفها او كده، ده كمان ممكن تقل والمريض يتحسن جدا. يعني الاول يعني قبل اي حاجه رقم واحد لازم نعالج السبب بتاع التليف، ما نعالجش التليف ونسيب السبب، لازم نعالج السبب الاول، وبعد كده نبدا في ناخد ادويه مضاده للتليف، انتي فايبروتيك دراجز زي السلمارين بجرعات بقى من 450 ل 850. بنعالج بقى بالادويه مضاده التليف، ونتابع لازم نتابع حاله التليف عن طريق الفايبروسكان، ده جهاز بيحدد نسبه التليف علشان نعرف اذا كان الدواء بيجيب نتيجه ولا ما بيجيبش نتيجه، المريض بيتحسن ولا واقف زي ما هو ولا بيقل. لو الحاله ثابته او بتقل يبقى احنا كده الحمد لله العلاج بيجيب نتيجه. لو بتزيد ممكن بقى ندور يكون في سبب تاني، يعني احنا ممكن يكون عالجنا السبب وفي سبب تاني، في مريض ممكن يكون عنده اكتر من سبب للتليف ده. وكان في اعتقاد سائد ان التليف ده ما بيقالوش علاج او كان زمان يقول لك وانس فايبروتيك نيفر باك اجين، بس دلوقتي لا، الجديد ان انا شفت حالات بتتحسن وبتاخد علاج التليف وبيجيب معاها نتيجه الحمد لله. طب يا دكتور، هل هناك علامات بتظهر على الشخص بتديله احساس ان هو فعلا مريض التهاب كبدي؟ تمام. والتهاب الكبدي زي ما قلنا بينقسم نوعين، حاد او مزمن. علامات الالتهاب الكبدي الحاد احنا قلنا فيه اصفرار، تلاقي لونه مصفر مش طبيعي. الاصفرار ده بيصاحبه قيء او اسهال، ارتفاع في درجه الحراره، فقدان في الشهيه، وجع في البطن. بيروح يكشف بقى عادي على اساس بس الاعراض يا دكتور اعتقد مشابهه لاعراض امراض كتير، يعني امتى اقدر اقول دوت التهاب كبدي؟ هقول لحضرتك، هو بيروح يكشف على الاعراض دي، فاحنا لما نعمل تحاليل نلاقي الانزيمات الكبد مرتفعه 10 اضعاف الطبيعي او اكتر من 10 اضعاف الطبيعي كمان، فهنا بنكتشف بقى ان في انزيمات، يبقى ده التهاب كبدي. بالنسبه للمزمن ممكن زي ما قلنا ما يظهرش باعراض خالص، الانسان بس يحس ان هو في همدان، في ضعف عام في الجسم، بينام كتير، مش قادر يشتغل، حاجه مجهود صغير جدا يحس ان هو تعبان، فبيروح بقى يطمن على نفسه. بنكتشف هنا برضو ان الانزيمات عاليه ضعف الطبيعي مش 10 اضعاف على عكس الحاد. طب هو المفروض اصلا كل قد ايه الشخص يعمل تحليل بحيث انه يطمئن على الكبد ان هو سليم وكده؟ يعني المفروض كل قد ايه؟ يعني كل فتره من 6 شهور لسنه. من 6 شهور لسنه. ده الطبيعي، الشخص الطبيعي اللي مش حاسس باي اعراض، المفروض الشخص الطبيعي ممكن كل سنه. بالنسبه للمريض بنحب نتابع كل 6 شهور عشان نتاكد ان هو ايه في تحسن ونتابع العلاج. طيب يا دكتور، من هم الاشخاص الاكثر عرضه لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي؟ الاكثر عرضه اكيد طبعا يعني على حسب، قلنا زي ما على حسب نوع الالتهاب او نوع الفيروس. عندنا فيروس A وفيروس E، ده قلنا بيجي من الاكل الملوث، الاكل او الشرب الملوث، فعشان كده الناس الاكل الجاهز اللي الاكل اللي بيبقى من بره، الناس اللي بتحب تاكل القشريات زي الجمبري والكابوريا عشان دي بتعيش على شواطئ ممكن تكون ملوثه، فهنا الحاجات دي لازم يتم طهوها يعني كويس جدا على درجه حراره مناسبه. والناس اللي بتتعامل مع الدم زي الاطباء، التمريض، الجراحين، والناس اللي بتروح لدكاتره الاسنان كتير،
ومراكز التجميل والحلاقه وكده ممكن. هو الدم ده عامل مشترك تقريبا في كل امراض بالظبط، وينتقل عن طريق الدم. وفي بينتقل عن طريق السوائل بتاعه الجسم زي فيروس بي، فده بينتقل عن يعني ممكن ينتقل من العلاقه الجنسيه اكتر، لان هو الفيروس موجود في السوائل بتاعه الجسم بنسبه اكبر من فيروس سي. فهنا بنطعم بقى يعني الناس اللي بتتعامل مع الشخص اللي عنده فيروس بي، الناس اللي بيبقوا بيتعاملوا مع حواليه، وبنديله العلاج. طب يا دكتور، لو حبينا نفرق بين الشخص المصاب بالفيروس والشخص الحامل للفيروس، ايه الفرق بينهم؟ تمام، زي ما قلت لحضرتك يعني تبع الايزل المدرسه الاوروبيه، احنا بنقسم فيروس بي لاربع مراحل اللي قلنا عليهم، اي موجب واي سالب. الاي موجب قلنا فيه عدوى والتهاب، وبيتطور بعد كده الاي سالب في عدوى والتهاب برضو. الالتهاب ده مصاب بالفيروس، عنده التهاب، الفيروس عامل له مشاكل وعامل له التهاب، ده كده مصاب. الاي موجب عدوى ده يعني ايه؟ بيبقى عنده الفيروس مش مؤثر على الكبد ومش مفيش اي اعراض ليه خالص، بس ممكن يأذي غيره. طب كيف يتم تجنب العدوى؟ يعني ازاي اعمل ايه عشان اتجنب العدوى؟ ده يعني ده بيبقى عنده الفيروس مش مؤثر عليه، فهو مش ضاره في حاجه، فاحنا غالبا ما بندلوش علاج، بس ممكن يأذي غيره. فاحنا بنعمل ايه؟ زي ما قلت لحضرتك، الاشخاص اللي بيتعاملوا معاه في البيت لازم يكونوا متطعمين واخدين الفاكسين بتاع فيروس بي. تمام. عشان ما تنقلهمش العدوى. غير بقى الناس اللي شغاله مثلا في مجال بيتعامل مع الدم، لو واحد مثلا جراح وعنده فيروس بي او ممرضه وعنده، فده ممكن تنقله للمرضى، فلازم هنا تاخد العلاج حتى لو مش مؤثر على الكبد عنده. نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو اي سالب عدوى، ده مش بيأثر عنده على الكبد، فيروس بي موجود بس مش بيأثر، خامل زي ما بنقول، نقدر نقول عليه خامل، مش بيأثر على الكبد وما بينقلش العدوى لحد، فاحنا هنا ما بندلوش العلاج برضه. غير في حاله واحده، لو لقينا عنده تليف، لو عملنا الفايبروسكان وقسنا نسبه التليف لقينا عنده نسبه تليف، ساعتها لازم ياخد العلاج. لو كان بقى له يعني الانزيمات بتاعه الكبد تكون عاليه، الفايبروسكان اكتر من 9 كيلو بسكل، البي سي ار اكتر من 2000، لو توفرت الحاجات دي يبقى هنا لازم ياخد العلاج. او لو كان له تاريخ مرضي في العيله. ايوه، مع لسه كنت هسال حضرتك، العامل الوراثي هل بيأثر على انتقال التهاب الكبد الوبائي؟ عشان كده حتى لو هو خامل عنده لازم ياخد العلاج. طيب يا دكتور، كلمني عن وضع الفيروس في مصر، يعني انتشاره، هل العلاج متوفر بشكل امن؟ تمام. زمان كان يعني فيروس سي او فيروس يعني عموما الفيروس الكبديه وخصوصا فيروس سي كان يعني بعبع بيخوف الناس كلها، ان المريض يبقى عنده فيروس سي يعني يبقى خلاص بيشوف ان حياته انتهت. بس العكس دلوقتي، الموضوع بقى سهل جدا، العلاج متوفر وموجود، المرضى يعني معظمهم الحمد لله نسب الشفاء كبيره جدا. وضع الفيروس في مصر، عندنا فيروس سي بنسبه 7%، اللي هم بنسبه 7% حوالي 10 مليون مصري عندهم فيروس سي، وفيروس بي بنسبه 3%، عندنا 3 مليون و200 الف مصري عندهم فيروس بي. يعني فيروس سي اكثر انتشارا، فيروس سي اكثر بسبب العدوى عندنا انها انتشرت فتره، بس ان شاء الله يعني مع وجود العلاج وكده في 2020 ان شاء الله هيكون بنقول مصر خاليه من فيروس. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مبادره اللي هي حمله 100 مليون صحه، يعني مبادره السيد الرئيس. أيوة. يعني وحمله 100 مليون صحه يعني ده انجاز كبير في المجال الطبي وخصوصا امراض الكبد. الحمله يعني الحمد لله تم فحص اكثر من 50 مليون مصري فوق 18 سنه في 27 محافظه، تم يعني اكتشاف اجسام مضاده للفيروس سي في 2 مليون و200 الف مصري، وتم صرف العلاج لحد دلوقتي ل 900 الف، وما زال يعني الحمله مستمره في صرف العلاج وكده، وده بيعتبر انجاز كبير، وخصوصا انها كمان يعني اكتشفت حاجات تانية. يعني في ناس كانت راحت حلل في حمله عادي اكتشفت انها عندها ورم مثلا لا قدر الله، فده حاجه كويسه ان احنا اكتشفنا الورم بدري، الحاجات دي اكتشافها مبكرا بيفيد في العلاج وبيخلي نتائجه احسن. كنوع من الوقايه يعني. وكمان امراض الضغط والسكر، لان السكر بيبقى له تاثير برضه في امراض الكبد. طيب يا دكتور، فيروس بي متى يختفي من تحليل الدم؟ وانت عارف ان ده بيسبب برضه مشكله للشباب اللي بيحب يسافر بره. تمام. بيبقى دايما اتعالج مثلا عنده الفيروس، خلاص اتعالج، بس برضه بيبان في تحليل الدم انه عنده الفيروس موجود. هو فيروس بي زي ما احنا قلنا، الناس اللي بنكتشف عندها الفيروس اي موجب او سالب بيبدا ياخد العلاج اللي هو الانتيكافير او تينوفوفوفير، بيمشي عليه من فتره، بيمشي عليه فترات طويله، يعني خلال 6 شهور لسنه لما يعمل البي سي ار بيختفي في البي سي ار.
نقدر يعني نقول هو لازم تحليل البي سي ار، هو ده اللي بيبين اذا كان البي سي ار يبين وجود الفيروس من عدمه، تمام. انما بالنسبه للفيروس بي، قشره الفيروس نفسه بتفضل موجوده في الدم، فللاسف يعني هو ممكن يختفي من بي سي ار، لكن تحليل الدم نفسه صعب يختفي منه جدا. لكن في حالات بعد سنين طويله من العلاج ممكن يختفي قشره الفيروس بنسبه من 5 لـ10%. طيب تمام. طب يا دكتور المشكله ديت ايه اللي بخلي مشكله التهاب الكبد مشكله عالميه بالطريقه دي؟ اللي مخلي مشكله التهاب الكبدي مشكله عالميه انها يعني على مستوى العالم كله في عدد كبير من المرضى. لو اتكلمنا مثلا عن التهاب الكبدي الخاص بالادويه، في امريكا مثلا الناس اللي بيحصل لهم تسمم بالبارستامول يعتبر يعني اكبر سبب للتهاب الكبدي، في حين ان عندنا على مستوى العالم حوالي اكتر من 7% من سكان العالم مصابين بفيروس بي، 350 مليون مصاب بفيروس بي على مستوى العالم، وفيروس سي 3% حوالي 150 ل 170 مليون مصابين بفيروس سي، فدي نسبه كبيره جدا، فلازم يبقى مشكله عالميه طبعا. طيب دلوقتي حضرتكم في الاطباء في مصر هل متابعين التطور العالمي في علاج التهابات الكبد؟ بتحضروا مؤتمرات، ندوات، متابعين التطور يعني وضع مصر في القصه دي يعني؟ اكيد طبعا، يعني ما شاء الله احنا الحمد لله، لان عندنا عدد كبير من المرضى، يعني احنا بنتكلم ان احنا عندنا 10 مليون من اصل 350 مليون على مستوى العالم في فيروس سي، فده يعتبر رقم كبير، فطبيعي ان الدكاتره عندنا يكونوا متابعين وبيحضروا المؤتمرات بره وماشيين على احدث طرق العلاج والبروتوكولات اللي العالم كله ماشي عليها. تمام. طب ايه يا دكتور التحاليل المطلوبه بالظبط عشان يعني يكون التاكد من سلامه الكبد؟ التحاليل المطلوبه اول حاجه تحليل انزيمات الكبد الاس جي او تي او الاس جي بي تي، اللي هو لهم اسامي تاني ال اس تي او ال تي، دول بيبقى نسبتهم في الفيميل في السيدات لحد 25 وفي الرجال لحد 35، اكبر من كده يبقى في خلل في انزيمات الكبد، نبدا بقى ندور على السبب. فبعد كده لو لقينا في خلل ممكن نعمل ايه؟ الدلائل الفيروسيه، دلائل الفيروسات، بنعمل لفيروس بي اتش بي اس انتيجين، هباتيتس بي اس انتيجين، والفيروس سي انتي اتش سي في، اجسام مضاده للفيروس سي. لو لقينا الاجسام المضاده موجوده بنعمل البي سي ار بالنسبه للفيروس بي بي سي ار دي ان اي، وبالنسبه للفيروس سي بي سي ار ار ان اي. البي سي ار بياكد لك اذا كان الفيروس موجود ولا لا، انما الاجسام المضاده ممكن يكون حد عنده الفيروس بس خف والاجسام المضاده لسه موجوده. عملنا البي سي ار وطلع الفيروس موجود، بنبدا نعالج الفيروس نفسه وبعد كده نعالج التليف زي ما قلنا. عملنا البي سي ار والفيروس ما طلعش موجود، او عملنا الدلائل الفيروسيه وما طلعش فيه فيروسات بس في خلل في وظائف الكبد، ساعتها نبدا ندور ايه سبب الخلل. ممكن يكون التهاب كبدي مناعي زي ما قلنا، ممكن يكون كبد دهني، ممكن يكون بسبب الادويه، فنبدا بقى ندور على السبب ده. والتهاب الكبد الدهني ممكن نعمل له بقى موجات صوتيه، نشوف لون الكبد متغير ولا لا، في تضخم او ضمور، في تغير في حجم الكبد او الطحال، او ممكن نعمل كمان الفايبروسكان سواء اللي كان سليم او مريض. الفايبروسكان بيحدد اذا كان في نسبه تليف في الكبد عموما ولا لا، او اذا كانت يعني ممكن نتابع بيها في متابعه العلاج اذا كانت بتزيد او بتقل. طيب يا دكتور بالنسبه للنظام الغذائي لاي مريض التهاب كبدي، اكيد طبعا في نوعيات اكل معينه المفروض انه يمتنع عنها او العكس المفروض ان هو يعني يمشي عليها، حضرتك يعني النظام الغذائي بالنسبه ومريض الكبد ممكن ياكل اي حاجه مفيش مشكله بالنسبه له، بس الناس اللي هي ممكن تدخل في غيبوبه ساعتها بنمنع عنها البروتين الحيواني، اللحمه والفراخ والسمك والبيض واللبن، او بتاكلهم بكميات محدوده عشان ما ندخلش في غيبوبه كبديه او كده. وبرده الناس اللي هم عندهم استسقاء ارتشاح ميه على البطن او تورم في القدم اللي هو احنا بنسميها لور ليمب اديما، ده بنمنع عنه الملح، يعني يفضل ان هو يمنع الملح خالص من الاكل، حتى العيش ياكل العيش الابيض او يتخبز له عيش معين بدون ملح. تمام. طب يا دكتور بالنسبه لزراعه الكبد، تمام، كلمني حضرتك عن وضعها في مصر وقوائم الانتظار الكبيره جدا اللي موجوده بالنسبه لزراعه الكبد ونسبه نجاحها في مصر قد ايه؟ هي زراعه الكبد اولا نسبه نجاحها في مصر دلوقتي كبيره، يعتبر يعني مصر من يعني من رواد صناعه زراعه الكبد دلوقتي. في معاهد الكبد على مستوى الجمهوريه بتعمل عمليات زراعه، يعني بتكلفه طبعا اقل من المستشفيات الخاصه واقل من بره، بيقوم بيها يعني بعض افضل الدكاتره على مستوى العالم عندنا هنا في مصر، يعني جراحين ممتازين في عمليات زراعة الكبد.
ونتائج الحمد لله كويسه. بالنسبه بقى لقوائم الانتظار فدي يعني ان شاء الله نتمنى انها مع الوقت انها تقل وتبقى اثر والدنيا تتحسن يعني. طبعا عموما يعني المرضى عندنا عددهم بيقل. لا بيقل المرضى عددهم بيقل فعلا عددهم بيقل. اه يعني احنا بنقول على سنه 2020 ان شاء الله هنعلن ان مصر خاليه من فيروس سي. تمام. طب وبقيت طب بقيه الفيروسات يا دكتور، يعني فيروس سي هتبقى مصر، طب فيروس بي و فيروس بي؟ يعني احنا بدانا من سنه 93 ندي تطعيمات لفيروس بي، فغالبا يعني الناس اللي هم من 93 فيما بعد صعب انك تلاقي عندهم جدا فيروس بي، يعني انت بتاخد التطعيم من وانت طفل صغير فطبيعي يبقى صعب ان يبقى عندك الفيروس. وبعد فتره في ناس بتاخد بوستر دوز يعني جرعه تزود المناعه بتاعت الفيروس بي. تمام يا دكتور. طبعا موضوع الكبد ده موضوع مهم جدا، والجهاز الهضمي الحقيقه كان اكتر حاجه بتتعب الجسم كله، وان البني ادم لو عنده اي مشكله في الجهاز الهضمي بالذات حياته كلها تقريبا بتقف. اه طبعا اهم حاجه مفيش اكل مفيش شرب. اه والاكل ده مشكله كبيره جدا، انه بتمنع كمان مريض وبتمنع عن الاكل بيبقى حاجه طبعا قاسيه جدا جدا جدا. أكيد. طب كلمني حضرتك عن اخر مؤتمر حضرتك حضرته، طبيعته بيتكلم عن ايه؟ هو اخر مؤتمر حضرته كان عن مناظير الجهاز الهضمي وتشخيص حالات اللي هو الانفلاماتوري باول ديسيز السيرتيف كولايتس والكرونز ديسيز، دي امراض بتبقى في الجهاز الهضمي، بقى في قرح في الجهاز الهضمي بنشخصها بالمناظير وايه احدث طرق في المناظير عشان نشخص الحاجات. تمام يا دكتور، شرفتني جدا وكنت سعيده جدا بلقاء حضرتك النهارده. شكرا. طبعا بحب كمان اشكر شركه ميديا بيز للدعايه والاعلان دكتور محمد سعد على دعمه الكبير جدا للبرنامج. اشكركم اعزائي المشاهدين، شكرا جدا لطيب المتابعه، انتظرونا ان شاء الله في الاسبوع القادم حلقه جديده وبرنامج لكل الناس.